C'est la dernière vidéo d'aujourd'hui, dimanche 26 septembre 2021. Il est exactement 21h09. Alors, pour cette dernière vidéo d'aujourd'hui, dimanche, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Certains gens m'ont demandé de parler encore des Harraga, hein, des gens qui partent pour l'immigration clandestine, hein, surtout les Algériens. C'est vraiment un drame, c'est vraiment un drame. Et les Algériens comptent leurs morts et le gouvernement ne bouge pas. Hein. On dirait qu'il ne se passe rien du tout. Alors, plusieurs personnes qui sont parties de Béja vers Oran, ils ont pris des embarcations de fortune, hélas, ne sont pas arrivés en Espagne et... Leur bateau a chaviré et a eu plusieurs morts. Les corps sont pour l'instant en Espagne. Les familles sont invitées à donner des indices pour reconnaître les corps de leurs proches. Désastre, des enfants, des femmes. Vraiment, c'est... اسمحوا لي اليوم راح نزيد نتكلم المرة الثانية والثالثة والرابعة على الحراقة مساكن يعني طلبوا مني الناس باش نزيد نتكلم راح نزيد نتكلم عليهم vous étiez en train d'entendre la chanson Didier Barlivien et Félix Gray c'est un duo qui a repris la chanson à toutes les filles que j'ai aimé avant donc قلت لكم راح نزيد نتكلم على هالناس هالمساكن بزاف الناس اللي جوهم ميتين على كل حال البحر طيش الكور نتاعهم الناس راحوا من واش يقولوا من بجايه راحوا الوهرن خاطرش وهرن قريبه لاسبانيا باش يدخلوا لاسبانيا في الفلوكات هذوك ومن مساكن راحوا 17 و 18 سبتمبر خرجوا مساكن ما لحقوش دونك دو زومباركاسيون فيهم لقوا بور لانستون لقوا سته اللي لقوهم راهم الجثث نتاعهم في المانيا في الاسباني وراهم بعثوا كيف اسمه الماليهم باش يتعرفوا على هاد الجثث نتاع الناس هذو فيهم دو فام دونك كانوا مازالوا واقيلا دو فام زوج نساء وراجل وطفل في عمره 4 سنين مازالوا يبحثوا عليهم ما لقاوهمش Pour l'instant, Daoula, Ntana, Nas, les responsables, Maham, ils disent Walou. Ram Gardini, qui m'a dit, Wahid, ils disent, 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 Wahid,
ما كان والو، ما يسمعوناش الناس، ما كانش، ما نظنش كان راحين يسمعونا. حبيت نزيد نجاوب قبيلة واحد الأخت سعاد كتبت لي وقالت لي العنف ضد المرأة وكتاش يحبس، وكتاش يحبس العنف ضد المرأة. يا كما جاوبتك يا أختي سعاد، العنف ضد المرأة في البلدان هذه اللي كما يقولوا هما اللي يدير في الكوميرس باسم الإسلام ما يحبش العنف، ما يحبش العنف. خطراش لازمنا تو دابور باش نحبسوا العنف، ما نجبوش نحبسوه غير بالعداله برك. لوح في الحبس، لوح في الحبس، لوح في الحبس، ما كانش. ما تحكم واحد ضرب مرته وتعاود تلوحوا في الحبس يحكم عام، ولا كي يخرج يقتلها، ولا كيما قال واحد يزيد اكثر باكثر، ما كانش. علاه؟ باسكو باش نروحوا كيما قال واحد نحاربوا هذه الافه هذه من لي زوريجين نتاعها، ما كانش. الدوله نتاعنا ما لا الدولة نتاعنا تحتها هي كما قلت لكم تبزنس بالإسلام، ما تخليش الناس يبزنسوا به. كما واحد الوقت الفيس كان شتو خي الفيس فوطوا عليه الناس، حب باش يدير دولة إسلامية، ما خلاوهش، وهما يبزنسوا بالدين، هما يتبزنسوا بالدين. ألوغ كو نورمالمون ما يخليو لا الفيس لا التورنيفيس لا هما، الدين لربي سبحانه عز وجل. عندك إذا كش مكان واحد اللي بعث له ربي قال له روح أنت، راك أنت هو اللي مسؤول على الدين الإسلامي، يقولنا باش نتبعوا، يقولنا سيدي. اذا كش ما كان واحد اللي رب العالمين سمحوا لي على كل حال كما قلت لكم الاخت اللي كتبت لي قلت لها ما يتنحاش العنف، خاطرش لازمنا اي فوا انفستير دو لي مونتاليتي نتاع الناس. لو كان نبداوش من الصغر من ليكول من كي يدخل الطفل في عمره 6 سنين بعد، ونبداو اون انفستي في المخ نتاعو ونفهموه بلي العنف هذا راه ماهوش لازم يكون لا مع جارو، لا مع خالو، لا مع مو، لا مع الطفله، لا مع نو. دوك الغالب حنايا هذا الشيء هذا كل ما درناش، وحابين نحيوا العنف من 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 الجزائر. ما يتنحاش العنف من الجزائر، محال. محال. علاه؟ باسكو حنايا سيرتو الجزائريين عندنا عقدة مع المرأة، نقولوها صراحة، عندنا عقدة مع المرأة. ديما المرأة نحسبوها باللي راهي شغل الاسكلاف هكذا، شغل واحد كي يروح يجي يزوج بمراه الناس يحسب باللي كي يزوج بها عنده حق يدير فيها واش يحب. واش وزيد زادوا الناس، زادوا كيما قال واحد خدموا لهم المخ تاعهم. الناس كي تهضر معاه يقول لك نساء بعد ولاو هما بعد ولاو يقول لك الراجل اللي ما يضربش مرته ما يوش راجل. واش راح نقول لكم؟ وهذه هاد العقليات هذا نلقاها غير حنا عندنا حنا في الجزائر. صح معليش كانوا شويه حوايج هكذا منا ولا منا، مي بورسونتاج قليل خلاص. مي عندنا حنايا محال كان يتنحى العنف اذا غير نبداو من الصغر ونبداو نربيو الاولاد ونقريوهم ونحيو نديرو لهم التربيه ليديكاسيون سيفيك نحيو عليهم التربيه الاسلاميه هذه، خاطر التربيه الاسلاميه فيها العنف. جو سوي ديزولي انا نقولو صراحة، العنف كاين. القرآن تلقاه يقولك لازم تضرب مرتك، ويه واش بقى؟ الأحاديث هذي كان عن رضي الله وقال ايش نورمالك تدوخو الأولاد كيما هكا وتدوخو الناس كيما هكا، كل واحد يقولك أنا عندي حق. واحد يقولك الرجال قوامون على النساء، واحد يقولك المرأة راهي أخت الشيطان، واحد يقولك المرأة راهي ما نعرف واش هو. دونك هذا كل الجهل، هذا كل سي لاغال لينيورونس تاع الناس. الناس مساكن مازالوا عايشين في القرن 21، عايشين بدي مونتاليتي نتاع المويناج، دوكا انني نهضر كيما هكا والناس اللي كانوا 99% تاع الناس اللي يسمعوا فيا راهم يقول لك تشوف سيدي هذا، سمحوا لي بالكلمه هذه، الطحان هذا، تشوف شي هذا سيدي هذا كيفاش انا مرتي انا ما نتحكمش فيها،
كيفاش انا مرتي ما نضربهاش، كيفاش انا مرتي ما نقتلهاش، كيفاش انا مرتي بشي يا ابن عمي. الناس ما على بالهمش باللي المراه راهي كي الراجل، المراه ولا الراجل راهو انسان، المراه انسان والراجل انسان. لا المراه تقدر تقتل الراجل ولا الراجل يقتل المراه. علاه ستي نقتلو؟ علاه؟ بوركوا؟ بوركوا علاه العنف هذا؟ علاه؟ بوركوا؟ حنا اللي غير الجزائريين العنف يمشي في لي فان تاعنا، ها لا فيولونس، ها سيركول دون لو سون دي الجزائريين. الهضره بعد نتاعنا، الهضره نتاعنا بعد عنف. يا اخي قلت لكم انا كيفاش واحد يهضر مع صاحبه اللي يهضر معاه بالعنف، يهضر مع جاره ويهضر معاه بالعنف، او يقول له باكزومبل اخويا يحكم عليا ولدك يا يرحم والديك ولا كذا ولا منا، يقول له كلمه مش مليحه، اسمع انت وروح روح هذه هي الله يعلم واش تحبوا. دونك كما قلت لكم الحراقه هذا اللي موراجي هذه اللي ما نظنش كان تحبس. ويعني والله يا جماعه والله الشيء ما فهمتوش انا، الشيء اللي ما فهمتوش انا كيفاش ناس مسؤولين على الجزائر يشوفوا كيفاه روع يوميا يوميا الناس تهرب من الجزائر، يوميا الناس راهي تستنى في فيزا بريك النشف، الناس راهي تستنى وقت يتحلوا لي فيزا اللي تهضر معاه يقول لك يا خويا والله غير عيط نلقى فيزا اللي تهضر معاه. الناس ماهوش قضيه الناس ما تخدمش ولا ناس لا لا لا. حتى الناس تلقاهم دي او فونكسيونير، والله يا ناس والله غير دي او فونكسيونير يقول لك يا خويا فيفمون نلقى حل باش نخرج من البلاد هذه. والناس راهم يسيروا في الجزائر اون ديري ما كاين والو، اون ديري شغل الحاله تمشي نورمال ما على بالهم بوالو. لا غالب لا غالب. انا نقول لكم الحق، لو كان جيت انا هو الرئيس نتاع الجزائر ونشوف الناس تهرب من من من, من البلاد ونلقى لهم حل باش ما عادش يهربوا، ولا نحط الاستقاله نتاعي. نقول لكم الحق، انا ما نقبلش انا نكون رئيس تاع البلاد الناس تهرب من البلاد اللي راني فيها وانا نحكم البلاد. واش ندير بالبلاد هذه يعني؟ واش ندير؟ او قريب دوكا الاسباني وفد على الساعه، شوف راح ندخلوا اون كونفلي مع الاسباني ولا فرنسا في زوج هذو. اسيوري سيرتان كرهوا من الجزائريين، راهم كرهوا يا ناس، راهم كرهوا، راهم قريب الاسباني ما لقاش، الاسباني ولات دومي مال ولاو يطلقوهم باسكو على بالك ما يخليهم ما يقعدوش في اسباني. خاطرش علاه؟ الخطره اللي فاتت جزائريين مساكن دخلوا على واحد الفيلاج تاع الاسباني، صاروا لهم لي اسبانيول يحاوزوا فيهم يحاحيوا فيهم باش يقولوا بالعصي وبالسلاح حتى نخرجوا حتى ندوهم، ما يقبلوهمش. الناس كل تهرب لفرنسا، الناس كل تهرب لفرنسا، وفرنسا مش هتهز الجزائر كامله. سينو كنا كيما قال واحد، قال اخويا نروحوا نطلبوا منهم السماح، قال رجعوا لنا، رجعوا الناس يحكموا البلاد وخلاص. ما ادري احنا ما نجيبناش نسيروا البلاد. هيك تشوفوا خرجنا فرنسا ولينا نلحقوا في عقبها، اللي تلحق اللي رايحين في الباب رايحين، واللي رايحين في الطيارات رايحين، واللي رايحين يحرق رايحين. يا جماعه اسمحوا لي اسمحوا لي انا نقول لكم الحق، انا ما فهمتش انا كيفاه دركا المسؤولين تاعنا راهم ساكتين وراهم قاعدين وكي تهضر معاهم يعطيوك دي فوس يعني دي فوس سوليسيون. سي تبون على كل حال بكل احتراماتي ليه قال لهم هضروا له على هذا الميغراسيون، قال لهم دوك نشوفوا كش مكان بحريه ما نديو حتى 10 ولا 20 من هذو الحراقه هذو نديوهم يشوفوا المعاناه اللي راهم يعانيوا فيها كيف اسمه الناس اللي راهي في الاوروب والناس. يا ولدي هذه ماهيش صدر ما سي با اون سوليسيون، هذه ماهيش اون سوليسيون. لو كان الناس شافوا بلي الناس تعاني في الاوروب والناس راهي تدير ما كانوش يموتوا في البحر، ما كانوش يموتوا في البحر. نورمالمون لازمنا نلقاو حل للجزائريين باش الجزائريين يقعدوا في بلادهم يعيشوا في بلادهم، باش ما كانش ما عندهمش بلاد اخرى من غير الجزائر. والناس هذو لو كان تو دابور حبينا نحبسوا حنايا ليميغراسيون كلونديستين وحبينا نحبسوا الحرقه، كنا نشوفوا برك واش يحبوا الحراقه هذو، واش يحبوا؟ اسكو الحراقه هذو كيما قلت لكم راهم رايحين للسعوديه باش يحجوا؟ نو. رايحين ما عباليش انايا لافغانستان باش؟ نو.
رايحين لاوروب باسكو على بالهم بلي لاوروب الناس عايشه ترونكيل وعايشه في الهنا ولاباس عليهم، ما عندهمش مشكل تاع الحليب وما عندهمش مشكل تاع الاخر، ولا الكادر دو في لاباس والمعيشه صافا، واللي ما يخدمش يعيش واللي يخدم يعيش، واللي يحب يدير سواد يدير سواد، واللي يحب ولا ليبرتي كاينه. كما قال واحد، واحد ما يتعدى عليك، واحد ما يجي يقول لك علاه، واحد ما حتى غدو الصباح لو كان يحبوا يكونفوكيو كي تجيك كونفوكاسيون للشرطه، تجي كونفوكاسيون وتروح وما تخافش. علاش؟ باسكو عندك دي افوكا وعندك جوستيس، اون جوستيس كيما قال واحد انديبوندونت ما يحكم فيها حتى واحد. على هذا الناس الكل تحب تروح تهاجر وتروح لاوروب وتروح للاوكسيدون على هذا، وحنايا قادرين نديروا شي هذا عندنا في بلادنا، قادرين غير الناس ما حبوش. الناس اللي حاكمين البلاد قاعدين يتمسخروا، على كل حال سامحوا لي، قاعدين يتمسخروا، حنا نهضروا لهم منا وما يتمسخروا ما هي منا. والشعب ثاني زاد علينا الشعب، الناس كيما قال واحد، الناس كي تحب تقول له يا ولدي راه لازمنا اذا نحبوا نعدلوا البلاد ها واش لازم ها واش لازم، هو يولي يكفر فيك ويولي انت كافر، وانت تحب وانتم ولاد فرنسا، وانتم ولاد ما نعرف شكون هما، وانتم ولاد اليهود، وانتم ما نعرف واش ايه وما نعرف واش ايه. انا مانيش فاهم، انايا واحد يسب الناس يسب الناس، يقول له يقول لواحد انت راك ولد فرنسا، وهو لو كان غدوه تقول له ارواح تروح لفرنسا يمد نص عمره يمدو. انا مانيش فاهم والله، ماني فاهم الناس. وجيت واحد كيعاير واحد يقول انا مانيش ابوكا، على كل حال انا مانيش ابوكا تاع فرنسا، مي انا ساعات ندوخ في واحد يقول واحد انت وقيل ولد فرنسا. ايه ولد فرنسا انت خير منه؟ فاش انت خير من ولد فرنسا؟ فاش فاش انت خير من ولد فرنسا؟ انت قاري كيما هو، انت زين كيما هو، انت وشي هو انت يعني سي كوا؟ واحد واحد الهبال عند الجزائريين ما فهمتوش انا والله، يا الناس والله لا فهمتو. ويقول لك وتحبوا تردونا كي الغرب حنا، وتحبوا تردونا كي الغرب، ها واش حبيت؟ حبيت ترجع كي افغانستان؟ ها رجع كي افغانستان اسيدي، ها اقعد مالا ما تبكيش، مالا ما تموتش، ما تموتش في البحر يا صاحبي، اقعد في بلادك موت، دير كي افغانستان، دير كي افغانستان حتى تولي كي افغانستان. لا لا، لو كان تقول لهم يا جماعه شكون اللي دوكا يحب يروح دوكا للسعوديه يحج، والله العظيم لا يقبل لك واحد يروح. ها يا سيدي والله قليل كيما يقول لك هذوك مساكن الشياب هذوك اللي قريب يموتوا والله منا بلا يقول لك نروح هنا، مي هذو والله لا يروح لك واحد. لو كان غدوه تحل قال فرنسا تقول لها ما كانش الفيزا، يا قسما من عظم من حتى الكلاب يحكموا على الطريق. ها يا سيدي والله يا الكلاب بعد يحكموا الطريق مع مع مع, مع, مع الغش. اي دونك الناس حتى الشعب ماهوش فاهم روحه، ما يحبش يخلي ما يقولش يا خويا ديروا لي كيما قال واحد دولة كيما لوروب باش نبقى نعيش كيما في لوروب. لا لا ما يحبش يعيش كي ما يحبش دولة كي لوروب، بصح يحب يروح يعيش عند لوروب أوروبية، يعني ما فهمنا فيها والو. لا لقينا كيما اسمو، ما لقينا المسؤولين نتاعنا قادرين باش يبدلوا الحالة، رغم أنف هاد الناس هادو مساكن 11 ماهوش شعب، هذا غاشي غاشي والله، يا الناس غير غاشي، ما هم فاهم فيها والو، ما هم فاهم فيها والو. حابين ما على باليش انا، حابين يعيشوا ترونكيل ويعيشوا كي لي زوروبيان ويعيشوا لابا من هنا، وينتقدوا الغرب وينتقدوا الغرب. يا ولدي انت تحب تعيش كي الغرب وتنتقدهم؟ كيفاش تحب تعيش؟ تحب تعيش كي افغانستان؟ يا ما تبكيش ما تشكيش، اقعد اخويا دوك اجي قلت تعيش كي افغانستان، ابقاو ذبحوا بعضاكم وقتلوا بعضاكم، على جال واحد يصلي هكذا واحد يصلي هكذا، هذا ما كان منو كي تقولوا كيما يقول كيفاش حنايا رانا كيما قاسمو رانا ماهوش كذا، حنا رانا نحبوا نعيشوا ونحبوا هذيك ونحبوا هذيك، ومن بعد يصبحوا حاكمين الاخر حارقين ورايحين. والمشكله تاع الجزائريين ثاني، او حتى كي يلحق لهيه كذا الناس تلحق تقول لك اخويا بيكزومبل انا لحقت فرنسا، رحت اخويا لقيت بلاصه نخدم نخدم ونعيش ونبعث صورة المالية وندير، هي مش سهلة باش نتفاهموا الناس كل شيء دركا، بكري كي نشوي الحالة معليش، مي دركا راهو امبوسيبل، دركا راهي مقفولة بارتو، دركا حتى يكون يحكموا فرنسي خدم واحد بلا شي كوارت يلوحوا في الحبس، دي فرونسي يلوحوا فيهم في الحبس، علاش كي بكري كي خدمة تاع مارشي نوار، واش هو يترافيكيو؟ يترافيكيو الكوارت، يترافيكيو كي يترافيكيو الكوارت باش يقول لك انا خليني راني ترافيكيت كوارتي، ان شاء الله بيحكموني شي رب العالمين، ونخدم على روحي بيكزومبل، نخدم على روحي لعله نبعث شي صور المالية ولا ندير حاله، ولا نجري حتى انا درت وقت مترافيكين اللي قاعد نخدم بهم لعله ندير، لا يوصل اتينوب عليه ربي برك بشويه يولي يتفرعن
يولي يتفرعن، يولي يضرب في الناس، وإذا تزوج بمرأة يولي يضربها، وإذا تلقى بوليسي يحكم يخنق البوليسي هذاك، وينحي الدرابو نتاع فرنسا ويعلق الدرابو نتاع الجزائر، هذا هو بعضهم حراقة، هذا هو حراقة. هيا شوفوا نعطيكم قصة نتاع واحد حراق. وصل الحراق هذا لباري ترافيكا كوارت، ترافيكا كوارت هما الجزائريين مختصين في الترافيك. على كل حال كي ترافيكيو كي نعتها البوليسي، البوليسي يشوف يلقاها صحيحة. بصح لو كان البوليسي يهز يعيط لا بريفيكتور يقول لهم باكزومبل تيتر سيجور هذا نيميرو تالي تال، يلقاوه بلي موش تاعو يحكموه حتى مسير بلاص. خاطرش هو واش يدير؟ يبدلوا له برك، يعطيو له تيتر سيجور نورمال، مي يبدلوا له التصويره ويديروا له لا كان كاشي فروا هذاك، يديروا له كيما ترافيكي والو، تجي كيما تجي كي لا كارت سيجور. واحد سيد مسكين لقى خدمه لاباس عليه، يخدم في ان ريستورون، مش ان ريستورون، ان غرون ريستورون، هو اللي يمد لي ريستورون الاخرين. عاطيلو واش يقولوا ساعات طوموبيل، ساعات عاطيلو موطو، خاطش لي موطو هما ساهلين يمشيو مع باري، على بالكم ماهيش سهله باش تمشي في باري انت بالطوموبيل تلحق ليه. يعطيو لهم دي موطو دي سكوتار كيما منا، يوصلوا فيهم الماكله لي ريستورون منو ومنا. علاش ما قالولوش عطاو له واحد الماكله باش يوصلها لواحد الريستورون؟ كي وصل الشيف هو الريستورون هذه وين جا، قالولو بلي نتاع اليهود. واش يدير السيد؟ يرجع ديريكتور مون الريستورون، قالو يا خويا انا ما نسربيش اليهود. يهودي كيفاش الناس ما يستناو داو لا كوموند؟ الناس راهم يستناو، بعثنا كيفاش باش توصل تقول ما نوصلش اليهود. قالو خويا ما نوصلش انا، ما شوف واحد اخر ولا ما نعرفوش، انا ما نوصلش. هذاك مول الريستورون هذاك تاع اليهود هذاك تليفون للريستورون الاخر، قال له اخويا وينهي لا كوموند نتاعنا نسيت السنه. قال له اخويا لا غالبا انا عندي هذا اللي خدام نتاعي ودا لي مشكله وقال لي ما نوصلش اليهود انا. ابون ما نوصلش اليهود يديروا ايه؟ عيطوا هما لابوليس، لابوليس راحوا ديريكت مول هذاك الريستورون، لقاو السيد هات الكواحد نتاعك، عطاهم الكواحد شافوهم علاه ما توصلش الاخر، قال لهم انا اليهود لا يجوز وما نعرف واش وما نعرف واش. قالي ركبوه داو الكوميسارية، شافوا الورق نتاعو لقاوهم ترافيكين، لقاو الورق نتاعو. رجعوا لهذاك السيد هذاك غلقوا له المحل. يا ولدي قال لهم راني انا جاب لي كوارت، انا قال لهم كوارت تاعهم ترافيكين. قال لهم وين نعرف انا الكوارت ترافيكين ولا مش ترافيكين؟ انا الراجل جاب لي كوارت وجاب لي ريكروتي عنده تقريبا ما عرف قداش عامين ولا شعر ولا عام ولا ما عرفوش هو قاعد يخدم عندي، وانا على بالي به انا لا غالب انا عنده كلش تاعو كوارت صحاح، عنده الاسيونس تاعو صحيحه، عنده كلش تاعو، انا واش راح ندير؟ اي بيان السيد هذاك ولاو يكسبيسيو هي ولد عمي، وعلاش عليك وعلاه ما نجمش حتى لو كان عطا ربي برك يكون شويه ذكي، برك يكون شويه ذكي. انت ما حبيتش تسربي اليهود، انت مشيت ورد عليك ربي، دير روحك اخويا ومبان ولا قال جاتك دوخه اخويا احبس، وعيط اخويا بالبورتابل المعلم تاعك قال له ولدي راني عندي دوخه، عيط نكمل خايف نركب فوق الموطو نطيح، يبعث لك واحد اخر ولا يجي هو بالطوموبيل ولا حاجه، ومن بعد غدوه الصباح دير له سيرتيفيكا ميديكال كيما قال واحد. ومن بعد ما شفت بلي مادام السيد هذا يخدم على اليهود يسربي اليهود، كي رد عليك ربي انت اليهود هذو ما تحبش تسربيهم خاطرش هما كيما ماهمش عباد يعني على حسابك انت، ها بطل من عنده، دار اخويا دير ديميسيون وروح شوف بلاصه اخرى كيما قال واحد وخلاص. لا هو ما يسربش اخونا، ما يسربش اليهود، يرجع للجزائر روح سربي المسلمين. يا سيدي شوفوا يعني كيفاه يعني العقليه نتاع الجزائريين كيفاش، على بالكم بلي يا جماعه الجزائريين غير هما برك، راهو تلقى جزائري قاعد هكا في كوان تاع باري ولا في ليون ولا في مارسي ويشوف باغ اكزومبل واحد يهودي معدي، عباك واش يديروا له ولا لا؟ يجريوا في عقابه وهو خاطي مسكين خلاص، هو راهو قاعد كي يعني خدام حتى هو خدام كيما ولا مي هذو سي 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 فريمون سي والله العظيم. لا انا نحب نوجه نداء لهذو المسؤولين تاعنا، يا ناس راكم قادرين ديروا الجزائريين واش يحبوا في واش يقولوا كي يهجروا واش يحبوا، راكم قادرين سهله مهل ما فيها والو خلاص. هاد الناس هادو الجزائريين اللي يحبوا يروحوا لفرنسا واش يحبوا؟ يحبوا خدمه، يحبوا سكنه، ويحبوا يعيشوا ترونكيل، هذه سهله نديروها خلاص خلاص، سهله ما فيها والو خلاص خلاص خلاص. بصح لازم نغيروا السياسه نتاعنا، إذا نديروا السياسة هذه نتاعنا هذه نبقاو بها هنايا هذه نتاع تمسخير، السياسة اللي من 62 وحنايا، ها من 62 وحنايا
نديروا بها السياسه هذه ما تخرجش علينا، وما نجموش نديروا كيما، وما نجموش نمدوا الناس الجزائريين يعيشوا ترونكيل. ما نقدروش ما نقدروش، او على بالنا باللي حتى لو كنت تحبوا تخدموا وديروا حاجه لهاد الناس هذو ما يخليوكمش، يبداو يمعمعوا وحنا ماناش اوروبيين وحنا ماناش هكذا وحنا نحبوا الدوله الاسلاميه. نورمالمون ما تسمعوا لهمش. علاه ما تسمعوا لهمش؟ باسكو غاشي غاشي، ماهوش الشعب. نتوما عندكم واحد كيما هذاك السيد اللي ضل يكسر لي في راسي هنا، هذا خفيف هذا ولا ما على باليش به، انسان مسكين مريض، واش غديروا له؟ ما عندكم ما ديروا له، خليه حتى يجي نهار يفيق يلقى روحه مسكين كيما داير واحد، يولي هو بعد يضحك على روحه يقول سبحان الله. انا كنت واحد الوقت حسبت بلي اليهود هذو راهم كيما قال واحد راهم ماهمش ربي سبحانه اللي خلقهم، راهم ما على باليش جاهم يطيشوا، ولا يولي يضحك على روحه هو بعد. ما على بالوش بلي اليهود ولا لي كريتيان ولا هذوك. نهار تيقول واحد طفله، طفله اللي كتبت، كتبت لي طفله، انتم تداروا تنتقدوا في الاسلام، او على بالكم الناس كانت تدفن تدفن في الطفله في النساء في البنات، كانوا يدفنوا فيهم حيات حتى جاء الاسلام حبسهم. انا الطفله هذه مسكينه، انا ما نلومهاش، انا ما نلومهاش، خاطر راه لكون جات تعرف باللي راهم بني عمها هي اللي كانوا يحطوا، كانوا البنات كي يولدوا يدفنهم كيف اسمه، يدفنهم حيات، ماهمش الغرب ولا الامريكان ولا فرنسا ولا الانجليز. يا ابني عمك يا مدار، يا ابني عمك انت يا قريش وقريش راهم عرب، راه ماهمش لا ملاه انجليز، هما اللي كانوا حتى من بعد باش كي الرسول نزل عليه الاخر ولا يقول لهم يا جماعه هما ما حبسوا ما تقتلوش البنات وما تقتلوش النساء. دي حاسبه بلي الاخرين هما اللي كانوا المسيحيين ولا اليهود هما اللي كانوا يديروا الشيء هذا ولا دونك. مساك الناس مجهلين، ما على بالهمش، ما يقراوش، ما يعرفوش. كيما تشوفوا الاستوار تاع الجزائر، يحبوا يبداو لنا الاستوار تاع الجزائر من 54 مروح، والشهداء وما نعرف واش، والجزائر بدات غير في 54 ولا انت الجزائر بدات عندها قبل ما يجيو العرب كيف اسمو يدخلوا على الجزائر ويدخلوا على لافريك دي نور، وحنا كاينين وجودنا كاينين. وروح تبدالي من انت تبدالي من 54 وتجي سافا با مالا، حتى غدوة الصباح لو كان غدوة يحتلونا ناس، يحتلونا في 2022، ومن بعد حنا في 2024 نستقلوا، مالا نبداو من 2022. على كل حال باش نرجعوا للحراقه، انا نقول لكم يا ناس الحراقه مساكن ماهمش حابسين ومازالوا يزيدوا يحرقوا ومازالوا يزيدوا يموتوا مساكن الناس، خاطر الشله غالب الناس المسؤولين تاعنا ما حبوش يهزوا بعين الاعتبار، وقلنا لهم ما حبوش يعرفوا باللي راهو لازمهم يبدلوا السياسه نتاعهم. هذه السياسه هذه ما عادش تاكل، لوحوا اليور اس اس بعد صدير لا روسي روسيا وبدلت السيستم تاعها، بدلاته لقيتو ما يمشيش السيستم سوسيال اللي كانت مدارته بكري، بدلاته درك. حنايا ما نحبوش نتبدلوا، حنا ديما نبقاو على نفس المنهج، ونبقاو ديما نعتو في الناس الاخرين بالصبع، الفرنسيس كلاب بني كلاب، اليهود كلاب بني كلاب، الاخرين بلاد كلاب. يا ولدي حنا واش دخلنا فيهم يا خويا كلاب بني كلاب، ولا واش دخلنا فيهم؟ حنا يا اخي نخدموا على روحنا، ولا نحنا نسبوا في الناس كلاب بني كلاب ولا ماهمش كلاب بني كلاب؟ غير كنت نشوف في واحد الصحيفه تكتب راكم تشوفوا المغاربه نبعثوا الاولاد لليونيفرسيتي نتاع بني صهيون. يا ولدي اتقي مولاك، يا ولدي انت واش دخلك؟ وانت واش دخلك يا محمد؟ هما بعثوا ولادهم يقراو في اسرائيل ولا يقراو في المريخ، وانت واش دخلك؟ وانت واش دخلك برك انت يا؟ وعلاه الجامعه نتاع اسرائيل حقرتها انت يا؟ علاه جامعتك انت يا تاع الجزائر خير من تاع اسرائيل؟ يجاوبونا سيدي، جامعه الجزائر خير من جامعه اسرائيل؟ منتوما مراض يا ابن عمي، والله غير مراض، والله غير عندك الحق يا الدكتور العليا، والله شابو الناس اللي تلقى الدكتور العليا قول له قال لك من صفريطه شابو، راهو عنده تقريبا 20 سنه كي الدكتور العليا قال لي يا ولدي راني ما عادش تاكل تريتمون انديفيديوال، راهو لازم الجزائريين تريتمون كوليكتيف، قال لي لازم نهزو تريتمون ونحطوه في شاتو دو ونخلطو التريتمون ونبعثو للناس في العيون ويشربوا باش يرتاحوا.
اسمو عنده الحق يا ابن عمي، عنده الحق. سمحوا لي، انت الراجل ينتقد في الجامعه انت اسرائيل، كيفاش المغاربه يبعثوا يا ولدي يبعثوا سنورما اللي يبعثوا لهم باش يخرجوا علماء باش حتى هما يروحوا يقراوا يديروا الفاكسان ويديروا واش حبيت؟ يحبيت يجيو عندك انت يبقاو عندك في يجيو يقراوا عندك في الجزائر تقريهم يجوز لا يجوز ولا؟ اذا يجيو عندك انت تقريهم يجوز لا يجوز معليش واش يقريو الجامعات نتاعنا؟ يا والله العظيم والله في الليسي وفي الجامعات وفي من اللي يخشوا هما يجوز لا يجوز. واش نديروا حنا يجوز لا يجوز؟ واش نديروا بها برك؟ دونك انا نقول للمسؤولين اذا ما تبدلوش السياسه نتاعكم راحت الحاله، راحت الحاله، يجي نهار وين ما عادش نجمو نتحكموا حتى في حاجه. ربي يجي يقدر الخير على كل حال. هذا هو رايي انايا في الحراقه مساكن اللي للكل للاسف، ولا غير تشوفوا نتاع تشوفوا المراه اللي لقاوها هي والطفل لقاوها، شوفوا يا جماعه زيها والله ما تستاهل، والله ما تستاهل، والله ما تستاهل. تصبحوا على خير. Elle disait que l'amour